وخلونا كمان ننعى الفقيدة ونتذكر بعض مواقفها وأيديها البيضاء مع واحد أيضا من أصدقائها المقربين ومع عملاق من عمالقة الفن المصري سواء في المسرح أو في الدراما أو في التلفزيون. خلونا نرحب بالفنان الكبير والقدير الفنان الكبير رشوان توفيق. أهلا بك يا فندم منور. أهلا بك يا حبيبي. أهلا وسهلا. يعني يؤسفنا أن احنا نتواصل مع حضرتك في ظرف زي ده. بعزيك أولا البقاء لله. إنا إله وإنا إليه راجعون. وإنا إليه وإنا إليه راجعون. رحمت الله عليها زميلتي من سنة أولى بعد ألف المسرحية. وهي فنانة قديرة فاضلة صريحة. يعني إنسانة من ساعة ما دخلنا المعهد والله العظيم إن كده بقول لك عندها انضباط. يعني أنا عمري ما شفت رجاء وإحنا طلبة في المعهد إن ماسكة القلم كل محاضرة لازم تكون بتكتب أي الأساتذة. وكان على فكرة ذاتية إن هي ملتزمة ومنضبطة كانت بتشرح للزملاء اللي كانوا يغيبوا عن محاضرات تقعد تشرح لهم المحاضرات. وبعدين هي كممثلة كانت ممثلة قديرة جدا ومحترمة جدا ويعني صريحة في حياتها. وبعدين إنسانة مكافحة عظيمة جدا جدا. ما عندكش فكرة قد إيه موضع تقدير واحترام. وأنا دايما هي على طول بتكلمني وأنا بكلمها حتى مكلمها مرتين في أسبوعين. أنا فوجئت إن الدكتورة سميرة محسن مكلمني النهاردة بتقول لي ادعي الرجاء. قلت لها مالها؟ أنا مكلمها. قالت لي أنا كنت عاملة عملية في عملية في معدتها أو حاجة من هذا القبيل. يعني لما أنا فوجئت إن انتقلها لأن كانت تقول لي أنا تعبانة يا رشوان. إنما هي إنسانة ست فاضلة وقديرة وحتى أعمالها الفنية المتعددة المختلفة. نعم. يعني على أعلى مستوى في الأداء الدرامي طبعا. وحتى يعني تتذكر إيه حضرتك من أعمالها الفنية العملاقة؟ تتذكر إيه حضرتك من أعمالها الفنية الكبير للأجيال بقى للأجيال اللي ما شافتش وما تفرجتش؟ أنا بحب أشوفها مع مدام فاتن في أفواه وأرانب. لأن يعني مستواها في مناقشتها مع مدام فاتن لا تقل عن فاتن حمامة. طبعا. لا تقل في الأداء. وخدت جايزة على الدور ده. والبن والبنون كنا بنشتغل فيها يعني أعمال كثيرة جدا. زيزينيا وشهد والدموع مع بعض. بالإضافة بقى إن احنا يعني كان في علاقة مودة ورحمة بيني وبين الأستاذ رجاء حسين. وبعدين هي طبعا يعني مرت بأزمة انتقال ابنها المقدم ابنها الشهيد تحتسب عند الله أم الشهيد. والله الحظيم أمانة لله سبحانه وتعالى القوات المسلحة استقبلتها استقبال وعملوها معاملة من أروع ما يمكن. ربنا يرحمها ويجعل أرضها الجنة يا رب.